رئيس هيئة المفوضية في الإقليم مازن عبد القادر أكد استعداد المفوضية في كردستان لإجراء الانتخابات النيابية، وأشار إلى وجود 1257 مركز اقتراع و7174 محطة في محافظات الإقليم، إضافة إلى مراكز التصويت الخاص والنازحين. على مستوى إقليم كردستان، إحنا محافظات الإقليم يكون لدينا 1257 مركز للاقتراع العام، ويتضمن هذه المراكز 7174 محطة اقتراع، وأيضا لدينا إحصائيات خاصة بخصوص التصويت الخاص وتصويت النازحين والآليات الأخرى. أيضا مجموع المتنافسين على مستوى إقليم كردستان 503 مرشح لعدد 23 كيان، من ضمنهم ائتلافات وكيان فرد أيضا يتنافسون على مقاعد محافظات الإقليم. مجموع مقاعد محافظات الإقليم تتكون من 46 مقعد موزع على أساس 16 مقعد لمحافظة أربيل، من ضمنهم مقعد المكون المسيحي، و12 مقعد لمحافظة إيهوك، من ضمنهم مقعد أيضا للمكون المسيحي، و18 مقعد عام لمحافظة السليمانية.